نرحب فيكم اخواني واخواتي مره ثانيه في هذه الحصه الاخيره لمنهجيات مقرر منهجيات الملاحظه واستكشاف الفرص. وكنا وقفنا احنا في الحصه الماضيه الحصه الثامنه، وقفنا في عند كيف ان الملاحظات التي تم جمعها في خلال جائحة كوفيد 19 هي ساهمت في الخروج بالكثير من الحلول غير المستكشفة في عدة مجالات. وأعطيكم مثل على الملاحظات التي أتينا بها كعلماء وباحثين في مجال الاقتصاد الهام. فمثلا في الحلول التي تتعلق في الحياة، جزئية الحياة، لأن الكتاب كان من جزئين والكتاب عبارة عن جزئين، أيضا كتابين، يعني كل كتاب تقريبا 900 صفحة، لأن في أكثر من 150 أتوقع بحث أو أكثر. الحلول كانت بالنسبة للصحة الجسدية والنفسية، اللي هي طبعا الفرص، اللي هي عبارة عن الملاحظات، هي كانت في موضوع التشخيص الابتكاري، كيف أنه يكون مفترض صحيح يكون أن احنا نعرف كيف نشخص بطريقة صحيحة عشان يقلل الانتقال والعدوى بين الناس. الوقاية والخط الأمامي، كيف ان احنا نبنيه بطريقه صحيحه، كيف ان السلامه والمرونه تكون عاليه، وكيف العوامل النفسيه والاجتماعيه تكون عاليه. وكان هذا في الجزء الاول من الجائحه، يعني حتى تقريبا الشهر الثامن من 2020. ثم علما بان كان عندنا مؤتمر كنا متوقعين، طبعا في كثير من الناس اللي قد يسمعون هذه المحاضره هم يمكن حضروا في هذا المؤتمر، كان في فبراير 2020، وقلنا راح تأتي أزمات كبيرة، ولم يكن نتوقع أن الجائحة نفسها راح تكون هي اللي تتطور. ذاك الوقت كانت فقط في الصين، ولكن عموما أيضا تكلمنا على الحلول في الاقتصاد الاجتماعي، كيف أن دورنا في الأزمات، كيف المفترض يكون، كيف نتخطط لعصر جديد ما بعد الجائحة، كيف أن نتعامل مع قضايا مثل الفقر واللاجئين، نستشرف المستقبل، كيف نقضي على الفقر دوليا، كيف ان نستخدم التعليم المبتكر عبر الانترنت بحيث انه ما يقل التعليم العائد من التعليم والتعلم عند الطالب. وفعلا كما توقعنا انك تم توصيل المادة التعليمية، ولكن التعلم عند الطالب كان في خسارة كبيرة، ولذلك العالم الآن يرجع بقوة الى الدراسة المدارس. لكن لو كان في توازن من البداية في كيف ان العملية التعليمية التعلمية صحيحة، أتوقع كان بيكون يمكن أكثر الإنترنت أو التعلم الإلكتروني راح يكون منتشر أكبر. أيضا الأجيال القادمة أو دورها في صناعة عصر جديد، عصر ما بعد كورونا. تكلمنا أيضا على موضوع الحلول الاكتفاء الذاتي، لأن الجائحة أتت بملاحظات بفرص كثيرة حول الاكتفاء الذاتي وأهمية الاكتفاء الذاتي. فإحنا تكلمنا على أهمية ودور الشبكات الدولية، وأعطينا أمثلة لها وطبقنا على نفسنا شبكاتنا الدولية، سواء في المعرفة، سواء في الاكتفاء الذاتي، سواء في معالجة الفقر، سواء في الأبحاث العلمية اللي هي تتعلق بالكوفيد. كثير من الشبكات الحقيقة اللي اقتصاد الهام دخل فيها. أيضا الكفاءة، وكيف إن نتعامل مع مفهوم الكفاءة في الحلول بشكل عام. ثم الدور الشرطة في وضع في بعد في مراحل كورونا وما بعد كورونا، كيف ان الشرطه ممكن تكون هي مصدر للقلق والمشاكل، او ممكن تكون هي مصدر ل في الحقيقه الاكتفاء الذاتي. المسؤوليات الاجتماعيه بشكل عام ودور الناس فيها، الاستجابه للجائحه وطرق الاستجابه لها، عصر جديد طبعا للالهام ايضا كان واحد من هذه الملاحظات. الحلول المتعلقه بكون الكورونا مشكلة معقدة، يعني دخلت كثير من الأشياء مع بعضها البعض، مشاكل اقتصادية على صحية على اجتماعية على سياسية، يعني دخلت فيها كثير من المشاكل، أصبحت مشكلة معقدة. فكيف نتعامل مع المشاكل المعقدة؟ إعادة نظر لطريقتنا في التعامل مع المشاكل المعقدة، هذه من الورقات العلمية التي صدرت، طبعا كلها ورقات علمية صدرت ومحكمة ومنشورة في مجلات علمية غير مجلاتنا، يعني غير مجلات الاقتصاد الهام، اللي احنا لدينا مجلاتنا لكن نشر في مجلات اخرى، وبالتعاون مع علماء وباحثين من مختلف الجامعات، من جامعات كبرى الى جامعات يعني متوسطه، ونشرت باللغه الانجليزيه كلها. ثم ايضا فرص لعالم افضل، كيف ان يكون العالم افضل، كيف ناتي بحلول مرنه، كيف نتبع ويكون عندنا استباقيه
الجيدة كيف يصير نخفف من المخاطر اللي على المجتمعات بشكل كبير. ثم جاء الجزء الثاني من الكتاب يتكلم على مرة ثانية في موضوع متطلبات الرزق، دور الشباب في صناعة الأمل وأهمية الأمل بالنسبة لهم لكي نصنع عملة الشباب اللي نتكلم عليها، كيف إن إحنا لازم نحافظ على الطبقة المتوسطة، وخاصة في كورونا اضمحلت الطبقة الوسطى بشكل كبير، فكثير من الطبقة الوسطى قلت وكثير من الناس في الطبقة العليا أيضا نزلوا، وصار الأغنياء أكثر غناء والفقراء أكثر، فصارت الطبقة يعني الوسطى كأنها شرنك، صارت صغيرة جدا. المجتمعات الفقيرة كيف إن إحنا نتعامل معها، الاقتصاد التشاركي، التأثير الاجتماعي على الأطفال وأطفال الأنابيب أيضا، كيف إن إحنا اليوم مطلوبة كخدمة خاصة مع قلة الخصوبة بشكل كبير في العالم. طبعا من الحلول الجسدية والنفسية، الصحة الجسدية والنفسية، كان اللي هو كيف نتعامل مع انتشار القلق، كيف إن إحنا أهمية دور الأخصائيين الاجتماعيين في الخط الأمامي، كيف نرفع قدرة وحدات العناية المركزة، كيف نخفف من أجهزة التنفس بشكل عام، نحسن التأهيل عن بعد، تهيئ العلاج الطبيعي وغيره، نتعامل مع شيخوخة الآباء وذوي الأمراض المصاحبة، كيف إن نتعامل مع التغيرات والأنواع المناخية، كيف ما بعد كورونا، المضادات للميكروبات، كيف إن إحنا أيضا نتعامل معها في وحدات العناية المركزة، وبكتيريا اللوجيولينلا اللي هي توجد في المكيفات أو في المباني التي لم يتم استخدامها بطريقة صحيحة. ثم كان أيضا الموضوع التعلم عن بعد، وكيف إن إحنا نرتقي به في الاكتفاء الذاتي، كيف التعلم من الممرضات، وكيف إن إحنا يكون دور الجغرافي الراعية بشكل كبير، خاصة في التوزيع حق الموارد وغيره، اقتصاد الرعاية بشكل عام، الفقر العالمي، استخدام الوقت، كل هذه كان واحدة من الأساسيات. ثم أتينا بالحلول لمشكلة معقدة، وهني ركزنا في الكتاب الثاني على لحظات الوقفات وأهميتها في الحياة، لأن كورونا سببت توقف في الحياة، شلل، وهذه كانت فرصة في الحقيقة كبيرة، شوف نظرناها إلى فرصة وليست مشكلة. التعلم القائم على حل المشكلات، المشاكل المؤذية وكيف نتعامل معها، المشاكل المؤذية حق الحكومات، حق المجتمعات، أو الخبيثة يسمونها، مع احترامي لكم الكلمة، الصلابة والمرونة اللي عند الأفراد اللي هم ما يتأثروا، ما هي صفاتهم، كيف ننقلها هذه حق الناس الآخرين الضعفاء اللي عندهم هشاشة نفسية، العيش في حالة عدم اليقين، اللاسرتنتي يعني، ثم النوموفوبيا واللي هي الخوف من عدم توفر الموبايل والذي انتشر بشكل كبير في العالم اليوم خاصة بين الشباب. إذا احنا قاعد نتكلم على في الحقيقة فرص كثيرة ممكن تأتي من خلال المشكلات المجتمعية ومشكلات الاقتصاد الاجتماعي، وإن من خلال هذه المشاكل نستطيع أن نلاحظ التداعيات، من خلال هذه التداعيات نستطيع أن نستخرج الفرص. لذلك احنا هني نعطيها كتمرين في الصف إن شاء الله مسجلون، في تمارين كثيرة، هاي واحد من التمارين، أمثلة حطيتها لكم هناك عشان نشجعكم أن أنتم فعلا تدخلون، يعني هذا ما نقدمه لكم هو معرفة، لكن المعرفة التطبيقية راح تكون بلا شك مع الجامعات القوية المعتمدة التي أخذ الحين بدأت تطبق البرنامج، وأحيي بهاي في هالمناسبة جامعة أم درمان التي هي كانت أول الجامعات التي بدأت هذه الرحلة بشكل كبير، وبالتالي إحنا نستطيع من خلال المشكلات والملاحظات نطلع كثير من الفرص التي تأتي بحلول مبتكرة حق مجتمعاتنا بشكل عام. لاحظ أن الجائحة علمتنا أن الملاحظة تأتي بفترات، فالجائحة روتنا كيف أن بداية الجائحة كان هناك نوع من الاهتمام في استكشاف الفرص في البدايات الأزمة، ثم أيضا وهني بدأت اللقاحات، يعني اللقاحات بدأت، استفادوا من الأبحاث في اللقاحات السابقة اللي كانت حق الأمراض المشابهة، أمراض الكورونا المشابهة، سارز وغيرها، وبعدين وأيضا الفلو بشكل عام، ثم طوروها، ولذلك جاءت اللقاحات مبكرة، يعني ما تأخرت 5 سنوات وغيرها، ثم صار في تطوير للفرص، وبالتالي هذا التطوير للفرص هو ساهم في إصدار كثير من الحقيقة المشاريع المبتكرة بسبب الجائحة، وبدينا نسمي نفسنا نحن دخلنا في عصر جديد، لأن هذا العصر الجديد له سمات، ومن سماته أنه هو ينظر إلى عقلية الوفرة،
اللي الناجحين هم ما ينظرون في عقلية الندرة كما سابقا، أن ما في مشاركة المعلومات، بالعكس في مشاركة المعلومات حتى المعلومات الحساسة، قليل من الجهات الشركات التي ما زالت تحتكر واللي عليها ضغوط أصلا. فالتفكير المادي التقليدي، التفكير اللي يقوم على تحديد ما نحتاج من موارد وما يحدث لي وما هو ناقص، هذا التفكير سوف يقل ويقل سيطرته في العالم، بالرغم من التحديات اللي احنا نشوفها اليوم انه ما قاعد يصير، والانانيه قاعد تزيد والعالم قاعد يتصارع، لان تفريع عقليه الوفره بدات تطلع بشكل واضح مع الوقت. مقارنه لو وقفنا 100 سنه راح نلاحظ ان عقليه الوفره لم تكن موجوده، عقليه الندره، كان الصراع على كل شيء، على الاكل، على كل شيء، على الارض، على اليوم لا، بالعكس في شراكه من خلال ابحاث ميدانيه، من خلال شبكات تنمويه، من خلال التعامل مع المشكله بتفكير متعدد التخصصات. هذا النوعية التفكير متعدد التخصصات، التفكير الموسوعي، الأبحاث، المشاركة، الشبكات التنموية هي اللي تصنع العقلية هذه اللي في الحقيقة ترتقي بالفرص المستكشفة وتطور العالم. فالعالم سوف يقلل ما سيعطيه التفكير الذي ما سيعطيه لي العالم، بل أنا ما سأعطيه للعالم هو الذي سيأتي، وهذا ما يأتي إلا من خلال الملاحظات المركزة بشكل كبير. الملاحظات في الحقيقة هي تحتاج مثل ما ذكرنا في السلايدات الأولية، تحتاج إلى إعادة تأهيل، دائما تحتاج إلى أن تتأقلم على حسب طبيعة البيئة، تحتاج إلى إدماج وتعايش، تحتاج إلى سعي لإلهام جديد. وبالتالي نستطيع أن نقول أن التعامل مع المشكلة بتفكير متعدد التخصصات يساهم في الحقيقة في عمل بحوث ودراسات ميدانية مناسبة وشبكات تنموية مناسبة، ويساهم في أن احنا نستكشف الفرص بطريقة سليمة، يساهم ان احنا نحول مجتمعاتنا الى مجتمعات نابضه بالاستقلاليه وبالحياه، ليست مجتمعات اتكاليه، فنبعد عن الهشاشه النفسيه الى المناعه النفسيه من خلال بناء الملاحظات التي تبني معادله الاستكشاف للفرص. معادله الاستكشاف للفرص تقوم على ايش؟ ان احنا نتوفر في الوقت المناسب، في المكان المناسب، عندنا القدره على التاثير المناسب العميق والمستدام، وعندنا القدرة على الاستفادة من الموارد المتاحة بأقل تكلفة. هذه المعادلة كل ما استخدمناها بطريقة سليمة، كل ما استطعنا أن نخرج بتصورات واضحة ونماذج أعمال هي تكون فيها نوع من الاستقلالية، وكل ما استطعنا أن نبني هذه نماذج الأعمال استطعنا فعلا أن احنا نستكشف الجسور المفقودة التي قد تكون اليوم لا نراها بسبب العرض مقابل الطلب. معادلة العرض مقابل الطلب الآن في داخل أدمغتنا، ما نرى، يعني في عندنا حاجب، في عندنا يعني كأن سد منيع يمنعنا أن نشوف القدرة مقابل الطلب، هو كثير من الجسور المفقودة بسبب هذه المعادلة التي نفقدها في طريقة تفكيرنا وعقليتنا. فبالتالي نحتاج إلى ممارسات أكثر تساهم في بناء عالم ما بعد الجسر، هذا اللي احنا تصورناه، عالم ان شاء الله يقوم على اقتصاد الالهام وما شابه من اقتصادات. وهذا معناته ان احنا نحتاج ان نكون فعلا عندنا عقليه مرنه نفسيه فيها الصلابه وفيها الاحساس بالاخر، فيها الصلابه حق التحديات، ولكن عقليه مرنه، عقليه ترى ان الموارد والفرص مترابطه مع بعضها البعض وان ممكن نستخرج منها الكثير. عقلية أيضا قد تكون شبه مرنة أحيانا إذا لم تكن مرنة، وفي حيث أن فيها تنوع، تقبل بالتنوع والتفرع وكذا، ولكن ليس عقلية صلبة ترى أن الموارد والفرص تأتي من جهة واحدة أو من شيء واحد. وهذا ما نرى في الصراعات السياسية، لاحظوا، لأن الصراعات السياسية كلها عقلية صلبة، كل واحد يظن أنه ما في مرونة، فبالتالي تصبح هناك مشاكل في البلاد، وهي يعتمد مرة ثانية على طريقة الملاحظة وأصل الملاحظة. فالملاحظة الميدانية وهي من مشاريع الصحة مثلا، الملاحظة الميدانية سنجدها أن هي تقوم على الجمع الملاحظات من الميدان، وبعدين في مثل ما قلنا الترميز، الحين قاعد الحين كنا قاعد نختم لكم الترميز والتصنيف، هذا بحد ذاته هو اللي يساهم في التحديد. إذا دخلت في التحديد دخلت في مرحلة الاستيعاب. الاستيعاب قلنا ما هو الفرق بين مرحلة الوعي والاستيعاب؟ الوعي أنا عرفت الحين أهمية الشيء، وعرفت بداية أني أعرف ماذا هي المشكلة. متى ما عرفت ماذا هي المشكلة بديت أدخل في مرحلة الاستيعاب. متى ما بديت أعرف لماذا أحدد هذه المشكلة الواي، بديت أدخل في مرحلة الإدراك. فمرحلة الإدراك هي مرحلة
القدرة على التطوير، وضع المفاهيم موضع التطبيق كما نقول دائما، وهي المرحلة اللي تأتي في النهاية. طبعا راح يكون في تمارين كثيرة في فيديوهات، هاي ليس الوقت الآن نعرضها لكم، مثل ما قلت هاي راح أتركها إن شاء الله للجامعات التي سيكون لها الباع الأكبر في تطبيق التمارين والعمل مرة ثانية، المحاكاة بين الطلبة في هذا الموضوع. أشكركم مرة ثانية على حسن الاستماع في هذا المقرر، وإن شاء الله أتمنى أراكم في المقررات القادمة. شكراً.